عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي لي. جنة وفردوس وصحبة وحبيب مشتاق ليك، يسقيني يشفع لي، يلا صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء، وضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك ويكرمك ويسترك ويرضى عنا وعنك يا رب، ويبارك في حضرتك وفي سادة المشاهدين. لا ادعي. طب ادعي بقى شيخ أحمد. احنا عموما حلقتنا النهاردة طبعا هي الحلقة المفتوحة اللي هنستنى فيها تليفوناتكم لحد ما ناخد أول تليفون، ندعي بقى. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فلا تفضحنا، اللهم استرنا فلا تفضحنا، اللهم استرنا فلا تفضحنا. اللهم يا ربنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا أن تربي لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اجعلهم بارين بنا، اللهم اجعلهم صالحين عابدين لك طائعين. اللهم يا ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، اللهم يا ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من الجبن والبخل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم يا ربنا احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، اللهم تقبل يا رب. آمين. معانا أول تليفون. فايزة أهلا وسهلا. حضرتك إزاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ممكن أكلم فضيلتي الشيخ؟ تفضلي. تفضلي يا أستاذة فايزة. إزاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمة. الحمد لله. الحمد لله. بصوا حضرتك، أنا معايا عندي مشكلة مع حماتي. خير.
بصي حضرتك، انا هي ما بتكلمنيش، انا بقالي 6 شهور من يوم العيد ما بتكلمنيش. ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان هي عشان مشكله بيني وبين جوزي، فهي بتتدخل بناتنا. طب والمشكله ما بينك وبين زوجك اصلا دي اتحلت ولا لا؟ نعم، المشكله اللي ما بينك وبين زوجك اتحلت ولا ما اتحلتش؟ اتحلت عادي وبيصلحني وما فيش اي مشكله، بس هي بقى برضه مسيطره عليه، وكل يوم كل يوم ينزل لها، ينزل يقعد معاها من الساعه 7 ما يطلعش الا الساعه 9 ل 10 كل يوم على كده. مين اللي بيقعد معاها؟ ابنها. جوزي. زوج حضرتك بيقعد معاها من الساعه ليه؟ ما بيشتغلش؟ لا هو ده بالليل بعد ما بيجي. يعني بيقعد معاها كل يوم ساعتين يعني. حضرتك. طيب هو المشكله عند زوجك مش المشكله مش عند حماتك يعني؟ بس هي بتسيطر عليه. ايوه، ما يعني هو عنده مشكله. هو المفروض انسان عاقل، وانت متجوزه انسان مكلف عاقل رشيد، صح كده؟ يعني بيفكر. تمام. فمراته لما تقول له دواء ومراتك وحصل وبتاع، المفروض بيهد مامته يقول لها معلش ازاي بنتي 60 في 70 دي يا ماما ما تقلقيش، واطلع ولا كان امي اتكلمت، ويسلم على مراته ويتكلم معاها بالحسنى وانتهينا من المساله دي. هو حضرتك هو اي مشكله بتحصل بيني وبينه بيروح يقول لها، فهي بتعمل معايا. طيب يعني في خلل هو غلطان. في خلل دلوقتي عند زوجي. المفروض البيت الاسرار بتاعه البيت تبقى جوه البيت، ما تطلعش لحد ولا لاهل الزوج ولا لاهل الزوجه. انا خالص ما بقولش لاهلي حاجه، بس هو حضرتك بيحب يبلغ امه مثلا قبض مصروف البيت، لا اديها كذا، اعمل لها كذا. يعني ليه هو مش يعني معلش يعني هي والدته مالها بتتحكم ليه في المسائل دي؟ وهو ليه يقول لها اصلا؟ هي حضرتك كده يقبض يروح عليها يديها مصروف تقول اديها ايه؟ يدي مصروف لمامته دي مفيش مشكله، لكن مامته تتدخل ينفخ ازاي يعمل ازاي مفيش الكلام ده. لا هي حضرتك هي بتقول له اعمل كذا واديها غلط. كذا كل ده غلطان. كل ده غلط. وهو لازم حد يسمعه كلمتين ويقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط. اللي انت بتعمله ده بدايه السلم، اول درجه من درجات السلم بتاع الانهيار، اللي انت هتتزحلق مره واحده في البيت ينهار. فانت تخلي بالك. يعني انا بداري على اهلي كتير وما برضاش اقول لهم على اي حاجه، عايزه كويس برضو، عايزه استقر بيتي. هي حياتي انا هو معايا كويس، بس هو اول ما بيروح عندها ما اعرفش بيه. هو مشكله الوسوسه بس، يعني هو في حد بيزن على ودانه دايما. انت متجوزه من كام سنه؟ بقالي 6 سنين. طول يعني انتوا لسه كده يا جماعه يعني. لسه ده انتوا يبدو ان انتوا لسه صغيرين كمان يعني. احنا انا هو مش صغير وعنده 47 سنه. ايه يا هي متعلقه بيه جامد، هي والدته متعلقه بيه جامد. ما هو عشان قاعد بقى كتير معاها، متجوز 41 سنه وانت عندك كام سنه؟ هو الابن الوحيد؟ لا في واحد تاني وفي بنت. بس هي متعلقه بقى اكتر. ده قاعد بقى عاش معاها كل وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 42 سنه. ايوه. طيب ده انتوا يعني ما شاء الله يعني بلغتوا يعني. ده انتوا ما شاء الله عندكم سن وعلى الرغم ان انا حضرتك ما بقصرش معاها، اما بتطلب مني اي حاجه لا حاضر يا ماما اللي انت عايزاه، وبعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس ما اعرفش ما هي كده. طب انت سؤالك ايه يا فايزه؟ انا سؤالي اعمل ايه مع جوزي؟ ماشي هقول لك يعني. ماشي حاضر 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 حاضر. في سؤال تاني معلش حضرتك. اتفضلي. انا والدتي الله يرحمها كانت ست مريضه، الله يرحمها، فانا كنت شايلها وقعدت عندي لحد ربنا يعني ما اختارها وكده. ففي وانا هي كانت مريضه فراش ما كانتش بتتحرك، الله يرحمها، بس كانت بتصلي وبص يعني ست فلاحه من هم الناس التعبانين وشقيانين. الله يرحمها يا رب. امين يا رب. فانا كنت غصب عني من عصبيتي، وانا مثلا بغير لها بعمل لها كانت ايديا ممكن تخبطها غصب عني. فانا حاسه بالذنب، فهي هي قالت لي انا راضيه عليكي. لا ان شاء الله ربنا يكتب لك الاجر ان شاء الله. وده من حسن اخلاقك وحسن برك بامك، ان انت لما يعني تشوفي بتقولي يا استاذه دعاء، بتقولي يعني لما ايدي تخبط ولا حاجه انا بحس بالذنب. لا ان شاء الله ربنا بحس بالذنب بيها، وانا كنت ببص رجليها وقعدت معاها 3 سنين ما خلتهاش محتاجه، انا واخويا كان بيشيلها زي الطفل وبيحميها وكل حاجه، ما قصرناش معاها. انت انسانه بارة بامك، وصدقيني كل الخير اللي انت عملتيه مع مامتك هتلاقيه في اولادك. يعني انا كده مش شايله ذنب ولا وزر. ما يعني ما شاء الله، يعني ده مثال مشرف. انا كنت لاخر لحظه معاها وهي والروح بتطلع للي خلقها، كنت معاها لاخر لحظه. الله يرحمها كل ده ما تلاقيش يعني ويرحمه. يعني ده مش هيضيع عند ربنا ابدا خالص، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وديها بقى نصيحه تعمل ايه مع جوزها وحماتها؟ هي هو في خلل دلوقتي من الزوج، طبعا خلينا نتفق كده. بس هي هيكون الضغط عليها شويه،
ان هي تنزل تقعد مع حماتها، تحاول بقدر الامكان ان هي تخليها امها الثانيه، ان هو عارفه اللي هو من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اللي هو تبدا تكبر وتفخم فيها كده خلاص لغايه لما تتملك قلب مين؟ قلب حماتها. وفي الوقت الثاني تقعد مع زوجها تقول له والله واحنا والحكايه والروايه وما ينفعش اللي احنا نطلع اسرار البر، ومامتك دي على راسي وبتاع وما الى ذلك، وانا بحبها زي مامتي، بس يعني عاوزين حياتنا ان شاء الله خاصه كده. يعني تحاول تتكلم معاه بكل لطف وبكل لين، وان شاء الله مع ربنا يهديهم كده، ربنا يهديهم كتير، ربنا يهديهم عليها باذن الله ان شاء الله. طيب معانا حنان، اهلا وسهلا. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ احمد؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. بصي حضرتك يا شيخ احمد، انا عندي شقه ورث في بيت اهلي. ايوه. فدلوقتي ليا اخ لي الشقه دي، هو معايا ابن اختي فيها، وريث معايا فيها. ابن اخت حضرتك دي واحده بس، ابن اخت حضرتك وريث معاكي بالوصيه الواجبه صح؟ لا، هي بعد ما والدي توفى هم حطوا ابن اختي معايا، وكل واحد من اخواتي استقسمت الميراث يعني. ماشي، سؤالك ايه؟ حطوا ابن اختي عندي. تمام. فليا اخ، انا عماله احاول الح في الشقه بتاعتي، مش عارفه ليا اخ معكسني عمال يقول لي لا انا هاخدها انا. قلت له خدها بعدل ربنا، يقول لي لا خدي 20,000 ومالكيش دعوه بالوريث الثاني. لا مفيش. فازاي يعني انا ماليش دعوه بالوريث الثاني، والوريث الثاني في رقبتي انا. ايوه في رقبتك انت، علشان ما ياكلش حقه. بيعيها اسمها ايه، اعرضيها للبيع وشوفي هي تجيب كام. عرضتها للبيع يا دكتوره، فما مش عايز بيقفلي ويعطلي ويروح للناس يهددهم. هي جابت كام؟ انا عايزه ابيعها عشان انا محتاجه فلوسها. ايوه جابت كام؟ هي 140,000 عرضاها. قلت طيب. لو جابت 130 وهدي ابن اختي نصيبه عشان ما تحاسبش عليه. ايوه طبعا. فهو دلوقتي معارضني، بيقول لي طب خد 20,000 وما لكش دعوه بالتاني. في حاجه اسمها 20,000؟ قلت له 20,000 لا ما ينفعش. ازاي يعني الشقه دي بتاعتك؟ الشقه بتاعتك انت، ورثك انت وابن اختك. هو هم اخوات الصبيان حطوا ابن اختي معايا في الشقه. ماشي طيب. دخلي طيب، ما دخلتيش ليه اخواتك التانيين اهلك؟ معاني ليا اخ تاني، بس مانيش على اخ تاني ومعارض يعني ايه، ولا عايز هو يبيع ولا عايز ان انا ابيع. يقول لي لا انا هاخد شقتك انت هي الحلوه. كل الناس بصلك فيها؟ هو باصص ليا انا لشقتي انا بس، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ربنا قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني دخلي ناس بقى من كبار العيله. من حاولي. دخلت بس ما حدش قادر على دخلت، وكله قلقان منه خايف منه. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضي الامر الى الله، ولكن انت اوعي تبيعيها له، اوعي تبيعيها له عشان ما تضيعيش حق ابن اختك ده. معاني لو عملت له تنازل ابن اختي مش هياخد حاجه. هيضيع. اوعي اوعي. هي اختك دي ماتت لا. في حياه والدك؟ ميته بقى لها 40 سنه. هم بقى قسموها هم والدي كان عايش. هل في ناس قالوا لي يا شيخ احمد ما يجوزش الورث؟ لا لا، ليه بيورث في حدود التلت بالوصيه الواجبه، القانون بيقول كده. ليه ورث يعني؟ شرع ربنا. عشان كده انا سالتك قلت لك ابن اختك ده وصيه واجبه على طول. ماشي يا حبيبي. اختي ميته قبل والدي. ايوه ماشي يا أيوة حبيبه قلبي، الله يرحمهم. يعني هو للاخ يعني اتقي الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ويعني مش ان الشقه دي هي اللي هتغنيك، يعني ده ممكن تفقرك في الدنيا والاخره طبعا. فده مهم جدا. وبعدين دي اختك، يعني الحاله لو هي ب 20 قول لها والله طب عشان انت اختي. لا ب 25. سكت هي ب 140 يعني الشقه ب 140 قول لها 20. لو الحاجه ب 20 قول لها لا ب 25. يعني قصدي تزود انت، مش دي تنقص. اختك في النهايه مش تنقص، يعني مش تبخسها كده. فاتقي الله رب العالمين. وهي حق الولد الثاني ابن اختها. يعني انا ما اعرفش بقى اتقسمت ازاي عندهم، بس في النهايه اللي هو ما يعني لا تتنازلي عن حقك، تمسكي بهذا الحق وحاولي اعرضيها مره واثنين وثلاثه، وفوضي الامر الى الله عز وجل وقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. معانا حنان، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه استفسر بخصوص متجوزة بيت عيله. بخصوص ايه؟ متجوزة بيت عيله. تمام. يعني انا كنت بنزل الاول عند حماتي، انا قاعده معاها في نفس البيت في الدور الرابع، فكنت بنزل معاها عادي. بعد كده لقيت معاملتها معايا اللي هي في اهانه، في اهانه يعني. ماشي. اخدت بقيت اختصر وبقيت قاعده في شقتي لوحدي، بس بنزل بس ما بعملش حاجه غير لو حاجات بسيطه يعني. ماشي. بس بقيت في شقتي تمام. اريح. جت عدى 5 سنين على الجواز. جينا لفترة قريبة حصل مشاكل بينها وبين سلفتي التانية.
ودخلني في الموضوع بدون يعني بدون اي دخل، انا ماليش اي دخل في الموضوع خالص. فزعلت وخدت بعضي وبقيت قاعده في شقتي مده شهر، يعني لو شفتها على السلم بسلم عليها، ما شفتهاش خلاص يعني ما بتكلمهاش ولا بنزل عندها خالص. اتصرتي؟ اختصرت تماما، لان ما كانش ليها علاقه بالموضوع تماما. ماشي، ايه بقى اللي حصل بعدها؟ راحت هي بقى كانت متضايقه ازاي ان انا قاعده شهر ما بكلمهاش. راحت خلت ابنها، يعني بقت تتكلم مع ابنها اللي هو الصغير، بقت توزي فيه. فجأة كده وانا قاعدة في شقتي لوحدي لقيته بيشتمني من غير اي سبب، الفاظ ما تتقالش الواحدة مش كويسة في الشارع، الفاظ وحشة جدا. وانا كان جوزي في الشغل في الوقت ده، وسب سب 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 ليا والامي والاهلي وكل حاجة. لا لا لا، دول كده عدوا الحدود. وانت عملتي ايه؟ كلمتي جوزك بقى ولا عملتي ايه؟ انا اتصدمت، انا كل ده كنت قاعدة مصدومة. هو الكلام ده على مين؟ يعني انا مصدومة وولادي سامعين الشتايم، انا عندي ابن كبير فمستوعب، فانا مش مستوعبه الشتايم دي على مين. فعملتي ايه؟ راح لقيته قفل النور عليا، قفل الكهرباء، سكنت الكهرباء من تحت من البيت عليا. ايه ده؟ رحت وقال لي انا هطردك بره انت وعيالك وهعمل واسوي. الولد اصغر مني ب 10 سنين. رحت اتصلت بجوزي واتصلت باهلي واتصلت بحماية. برافو. واهلي جم اتكلموا بادب وباحترام وما ينفعش كده، والولد كان بمنتهى قله الادب حتى ما اعتذرش ليا. بس عد الموضوع وصلني على حماتي، وكنت برضو بنزل عادي مفيش مشكله وخلاص. يعني بعد كده قررها تاني من كام يوم ان هو برضو شتمني. اتكررت تاني. راح فقلت لجوزي يعني انت عايز اخد حقي، خد حقي. ايوه. قال لي انا مش هقدر اعدي ابويا، ما مش هعرف اعمل حاجه. وابوه يعني عمل ايه في المره الاولانيه؟ ولا حاجه، عادي. عادي ازاي يعني؟ ما هزقش ابنه يعني ان هو قليل الادب او كذا؟ لا خالص، هو اتكلم معايا ما ينفعش، قالوا لي ان احنا ما ينفعش نقف قدام ست. بس كده؟ بس خلاص كده. وجوزك انت بقى وضعه ايه؟ جوزي هو نوعا ما سلبي شويه. ايوه هو واضح، لان هو المفروض هو اللي يبقى واخد لك حقك. المفروض تاخد حقي. طب وللاسف الشديد ان والدي كمان سلبي. فانا حاسه بخذلان، حاسه ان انا ماليش ظهر، حاسه ان انا ضعيفه جدا. مش عارفه يعني. انا هنصحك نصيحه، اول ما يتعدى عليكي مره تانية بالسب والشتيمه اطلعي على الشرطه على طول، اعملي محضر تعدي وسب من هذا الانسان. انا لو عملت حاجه زي كده ممكن تيجي تخرف فيها يعني. ممكن ايه؟ يعني لو عملت محضر او حاجه زي كده انا ممكن بيتي يتخرب. خلاص، يبقى انت عندك الحديث، ويعني ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عز. خلاص انت. طب بالنسبه للولاد انا مش عايزه اسالك بس سؤال، بس يعني هسالك سؤال، لو انت ماشيه في الشارع وبعدين وجدت كلبا نبح عليك هتعملي معاه ايه؟ هتتخانقي معاه؟ لا طبعا. طب بس السؤال هابي الانسان بالطريقه دي وخلاص. انتوا تقدروا تخرجوا بره البيت ده؟ للاسف، وعشان كده هم ضاغطين علينا عشان عارفين ان احنا ما نقدرش نخرج. اصبري، بصي، شوفي، انت مظلومه لو بالطريقه اللي انت بتقوليها حضرتك عليها دي، فانت مظلومه. واستجيري واستغيثي بالله وربنا سينصرك، يقول وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. فانتهينا ونساله فوض الامر. امين. وفوض الامر الى الله عز وجل، وما تلاقيش ان شاء الله باذن الله. طب بالنسبه لاولادي، هو انا مش عايزه انزلهم يقعدوا تحت؟ لا يعني هو انت، لا مش من حقك اللي انت تمنعيهم طبعا عن ستهم يعني وجدهم يعني. ده اصل هي الولد لما بينزل هي بتقعد تساله اكلته ايه، شربته ايه، عملته ايه. مفيش مشكله، اكلنا الشهد وكلنا كل حاجه حلوه، بس ابنك ربيه وفهميه ان هو في النهايه ما ينفعش ان انا ابقى انقل الكلام مهما كان، وعرفيه الحلال من الحرام. حاولي واحده واحده كده معاه وبالراحه على الولد، وبعدين انتوا عملتوا ايه ما عملتوش ايه، خلاص مش مشكله. اكلتوا ايه؟ اكلنا الشهد، ايه المانع يعني اكلتوا مره حاجه حلوه مره حاجه مش كويسه، يعني سيب اللي يقول. ما تركزيش بقى معاهم عشان هم عايزين يضغطوا عليكي ويضايقوك. الشاعر كان يقول ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من يتغابى يعني. فمعلش تغافلي، وانت للاسف وقعتي في بين حد زوج سلبي، والاب للاسف الشديد كذلك الامر سلبي. ربنا ينجيك ان شاء الله. الا بالله. بشكرك يا استاذه دنيا. فقرتنا خلصت. الفقره الاولى خلصت، لكن احنا لسه مكملين حلقتنا معاكم مشاهدينا. الشيخ احمد مكمل الحلقه معانا، خليكم معانا بعد الفاصل.